منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون يعلن الأسماء المرشحة للحكومة التوافقية برئاسة فايز السراج، وارتياح وترحيب دوليين بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ليبيا. مستشفى الجلال للجراحة والحوادث يستقبل قتيلا وخمسة جرحى إثر القصف وإطلاق النار العشوائي في مناطق عدة ببنغازي. وشرى ثوار المدينة يعلن استهداف آلية عسكرية بمحور سيدي فرج. مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار يجيز تنفيذ عمليات بحرية أوروبية ضد مهربي البشر قبالة سواحل ليبيا. وقائد العملية الأوروبية صوفيا يتهم المهربين بابتزاز المهاجرين. أعلن رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون عن ترشيح فايز السراج ليكون رئيسا للحكومة التوافقية في ليبيا، كما كشف عن أسماء ثلاثة نواب لرئاسة مجلس الوزراء هم أحمد معتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني موزعين على مناطق الغرب والشرق والجنوب. واقترح ليون في مؤتمر صحفي عقده بمدينة صخيرات المغربية في ساعات متأخرة من ليلة الخميس علي عمر الأسود ومحمد العماري ليتقلدا منصبي وزيري الدولة، وبذلك يكتمل المجلس الرئاسي المكون من ستة أشخاص. في سياق نفسه أوضح برناردينو ليون أن الحكومة المقترحة مكونة من 17 وزيرا بينهم امرأتان، مشيرا إلى اختيار فتحي باشاغا رئيسا لمجلس الأمن القومي وعبد الرحمن السوحلي رئيسا لمجلس الدولة. ونوه ليون إلى أن أسماء الوزراء في الحكومة التوافقية مجرد اقتراح، إذ يجب قبولها من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بها لتصبح كاملة العضوية في الحكومة المقبلة أم لا. وقال رئيس البعثة الأممية أنه مقتنع بهذه الحكومة ومتوقع لها أن تنجح، مضيفا أن على الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا وفق تعبيره. رفض عضو فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام عبد الرحمن السويحلي ترشيحه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا عدم استشارته في هذا الموضوع. وأوضح السويحلي على صفحته الرسمية أنه قد تم اختياره لتمرير مشروع المبعوث الأممي المتمثل في الحكومة المقترحة، والتي لم يكن فريق الحوار بالمؤتمر طرفا في تشكيلها أو اقتراحها، مشيرا إلى أنه تفاجأ بإعلان الحكومة المقترحة التي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات نجاح الاتفاق السياسي وفق تعبيره. هذا وقال عضو فريق الحوار إنهم لم يقدموا أي قوائم رسمية لهذه الحكومة، وذلك لأن التفويض الممنوح لهم هو لإجراء تعديلات هامة وحساسة على مسودة الاتفاق. من جهته قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن المجلس متفاجئ بحجم الخروقات التي طرأت على تشكيل الحكومة التوافقية، واصفا الذي حدث بالفوضوي والعشوائي وفق تعبيره. وأوضح الشيباني في مداخلة على قناة ليبيا لكل الأحرار أن من الواجب اختيار الوزراء من قبل رئيس الحكومة التوافقية والتصويت عليهم من قبل مجلس النواب،
هذا وأضاف عضو مجلس النواب أن المجلس لم يعد يثق في مستقبل الحوار ولا المبعوث الأممي ولا حتى المتحاورين. وقال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن المبعوث الأممي بدأ يتصرف وكأنه وصي على الليبيين، موضحا أن كل ما أعلن جاء مخالفا لما اتفق عليه. فوجئنا بحجم الخروقات التي طرأت في تشكيل الحكومة وتشكيل مجلس الدولة، فالسيد ليون حقيقة خالف كل ما اتفق عليه، ولم يحترم الاتفاق، ولم يحترم رأي الليبيين، ولم يحترم رأي حتى الذين يتحاورون معه. وقال عضو وفد مجلس النواب للحوار أبو بكر بعير إن مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يود اختتام الحوار السياسي بأي شكل بإعلان مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة الليبية. وأضاف بعير على صفحته الشخصية على فيسبوك أن الإعلان خالف المسودة الموقع عليها سابقا بإضافة نائب رئيس ثالث وتعيين رئيس لمجلس الدولة بدل انتخابه، معتبرا أن تركيبة الحكومة كما تم إعلانها تضع ما أسماه الجيش وقياداته في مهب الريح وتجعلها عرضة للتغيير الاعتباطي وفق تعبيره. أكد عضو مجلس النواب صالح قلمة في برنامج العاشرة أن موقف مجلس النواب الرسمي حول ترشيحات ليون لحكومة الوفاق الوطني لم يتبلور بعد، وإن كل ما صدر من أعضائه هي آراء شخصية. مجلس النواب سوف ينعقد يوم الاثنين القادم، طبعا الآن هناك كثير من الجدل والأخذ والرد، ولكن طبعا الصورة لم تتضح بعد، هناك بعض المبادرات وبعض التجديدات تختلف من شخص لآخر، لا أحد أن يقدر أن يعبر عن وجهة نظر مجلس النواب إلا عن وجهة نظره الشخصية الآن. من جهته أوضح العضو المستقل في الحوار السياسي نوري العبار أن الأسماء التي رشحت هي في الأصل اقتراحات من أطراف الحوار وعلى المؤتمر ومجلس النواب مناقشتها. حقيقة هذه كلها مقترحات وهذه شهادة، ليست مقترحات ليون، هي كلها مقترحات من أطراف الحوار. ونقول له حتى بعد الإعلان أننا لن نلتزم إلا بمجلس الدولة فقط، أو أقصد بمجلس رئاسة الوزراء، لم يكن الاتفاق مطلقا على تسمية لا وزراء ولا تسمية رئيس لمجلس الدولة، الالتزام فقط وعلى المجلس النواب والمؤتمر أن لا يصادق إلا على هؤلاء فقط. ووصف المستشار السياسي لفريق الحوار التابع للمؤتمر صلاح البكوش الحكومة التوافقية بالضعيفة قائلا أن برناردينو ليون اختارها بنفسه. أعتقد أن هذه الحكومة ضعيفة، وضعتها أطراف اختارها ليون بنفسه، وأعتقد أنها توفر الذخيرة الكافية لمعارضي الاتفاق السياسي من الجانبين. للأسف الشديد جميع المؤشرات تشير إلى أن هذه الحكومة لن تدخل طرابلس إلا بالقوة. قال رئيس حزب التغيير المشارك في الحوار السياسي جمعة القماطي أن هناك عدم ارتياح في الوفود المشاركة لإعلان البعثة الأممية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لأن البعثة لم تتشاور مع أطراف الحوار بهذا الخصوص. هناك شعور بأن هذه الاتفاقية ليست مثالية وليست مرضية لكل الأطراف، وهناك أطراف ترى أنها لم تمثل فيها بطريقة عادلة ومنصفة، للأسف لأن الليبيون دائما يصرون على تقاطع المحاصصة وعلى آلية المحاصصة في مقاسمة المناصب والوزارات، ولا يمكن إرضاء جميع مناطق وأطراف الشعب الليبي في أي حكومة أو في أي اتفاقية. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنص الاتفاق النهائي بعد مشاورات شاملة وواسعة النطاق، وحث جميع أطراف الحوار السياسي على تأييد الاقتراح والتوقيع على الاتفاق دون تأخير. وأكد الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه في وقت متأخر مساء الخميس ضرورة عدم التفريط في هذه الفرصة لوضع البلد مرة أخرى على طريق بناء دولة تعكس روح ثورة عام 2011، مشددا على أنه الوقت المناسب لأطراف الحوار السياسي لتأييد هذا الاقتراح،
وتوقيع الاتفاق دون تأخير. وأكد أمين عام المنظمة الدولية التزامه بدعم الشعب الليبي من خلال ممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن جانبها أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أنها تدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول إليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق. وتوقعت موغريني في بيان لها أن تصدق الأطراف الليبية على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي حسب قولها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي بما يصل إلى 100 مليون يورو للحكومة الجديدة. واعتبر وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند إعلان المبعوث الأممي برناردينو ليون مقترح الاتفاق السياسي فرصة حقيقية للأطراف لتسوية الوضع السياسي والأمني في البلاد. وحث هاموند في تصريح نشر على موقع خارجية بريطانيا الرسمية الأطراف على توقيع المقترح والتوحد وراء التسوية التي تمثل بكل عدل وشمولية تطلعات الليبيين على حد وصفه. قال هاموند إن من يهدد بالعنف أو يسعى لعرقلة هذه التسوية التي تحظى بتأييد من غالبية الليبيين فإن المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ تدابير ضدهم، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد حكومة السراج تتطلع بلاده إلى العمل معها لمساعدتها في بناء ليبيا. هذا وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني عن ترحيبه بإعلان مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، داعيا للأطراف إلى اعتماد الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي. وأوضح جنتلوني أن ما وصفها بالنتيجة التي أحرزتها الوفود الليبية في هذه المرحلة تعتبر خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن إيطاليا ستستمر في تقديم دعمها للمراحل القادمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. عربيا، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ارتياحها لما وصفته بالتطور المهم في التوصل إلى هذا الاتفاق وللجهد الذي بذله المبعوث الأممي برناردينو ليون بمساعدة عدد كبير من الدول. وأشارت الوزارة إلى أن مصر حرصت بكافة مؤسساتها على تقديم كل ما يلزم من دعم للعملية التفاوضية الجارية منذ عدة أشهر من أجل إنجاح العملية والحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها ودعم الدولة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ومكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية تعزيز الروح الإيجابية التي أنتجت هذا الاتفاق وعلى ضوء التحديات أمام الدولة الليبية في المستقبل. وعبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن ارتياحها لتوصل أطراف الحوار الليبي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وعن الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وروح المسؤولية التي تحلت بها طيلة المفاوضات. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الخارجية التونسية أملها في أن تتمكن الحكومة التوافقية من رفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الحكومة في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. أفاد مستشفى الجلالة الجراحة والحوادث ببنغازي باستقباله في اليومين الماضيين قتيلا وخمسة جرحى إثر القصف وإطلاق النار العشوائي في مناطق عدة بمدينة بنغازي. وأوضح المستشفى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن القتيل الذي يبلغ من العمر 22 عاما أصيب بطلق ناري في الرأس، فيما تفاوتت الإصابات الخمسة التي من بينها امرأة وأربعة رجال بين طلق ناري في الظهر والكتف والأرجل. قال مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد عبد الرحمن أن قواتهم تمكنت من استهداف آلية عسكرية في محور سيدي فرج يوم الخميس، موضحا أنها هي الثانية التابعة لقوات حفتر في أقل من 24 ساعة بالمحور نفسه. وأضاف عبد الرحمن أن السلاح الجوي التابع لقوات الكرامة قصف أكثر من محور ببنغازي دون استهداف أي تمركز تابع لشورى الثوار، مشيرا إلى أن الطيران العمودي قام بطلعات استطلاعية استهدف فيها عدة مناطق بسلاح رشاش دون وقوع أي أضرار بشرية على حد قوله.
الجدير بالذكر أن محاور الصابر وسيد فرج والهوار والجامعة ببنغازي تشهد اشتباكات عنيفة هذه الأيام. دعا خليفة حفتر قواته إلى ضرورة ما سماه بتحرير بنغازي في مدة أقصاها 3 أسابيع حسب وصفه، موضحا أن جميع الأسلحة مباح استخدامها في المدينة. وأوضح حفتر في اجتماعه مع قادة المحاور الموالين له بالمدينة أنه لا يعترف بالنظام الفيدرالي ولا التقسيم، منوها إلى أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية أخذت وقتا كبيرا، حيث نوه إلى سقوط العديد من القتلى التابعين له بشكل يومي. وأضاف خليفة حفتر أنه لا يقبل أي اتفاقات سياسية في أي مكان، مؤكدا أنه لا تراجع عن عملية الكرامة على حد قوله. وصف مسؤول الملف الصحي ببلدية بنغازي عوض الجويري الوضع الصحي في المدينة بالكارثي، معبرا عن استيائه من سلبية وزير الصحة بحكومة الأزمة رضا العوكلي حسب قوله. وطلب الجويري في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار سكان مدينة بنغازي والغيورين على المصلحة العامة باتخاذ موقف معلن من شأنه الضغط على وزير الصحة حتى يحظى القطاع الصحي بالمدينة باهتمام أكبر. يشار إلى أن عددا من مديري المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي عقدوا يوم الخميس مؤتمرا صحفيا سجلوا من خلاله استياءهم من الأزمة المنعكسة على مستوى الخدمات الطبية بالمدينة. قال رئيس منطقة الشورى لذرية جنوب الكفرة محمد سيدي أن قبيلة التبو وافقت على وقف إطلاق النار وفتح طريق جالو الكفرة مقابل فتح طريق ربيانا الكفرة. وأوضح سيدي أنهم طالبوا في اجتماعاتهم مع وفدي أعيان قبيلة المغاربة وأعيان المنطقة الشرقية طالبوا بجلب قوة محايدة لحماية المطار والبوابات داخل المدينة وخارجها. أشار رئيس منطقة الشورى الإدارية إلى سقوط قذيفة على منطقة الكفرة الجديدة ظهر الجمعة، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن سقوط عدة قذائف على المنطقة نفسها مساء الخميس. من جانبه أكد عميد بلدية الكفرة مفتاح خليل الرغبة الكاملة للأطراف في الداخل وضع حد للصراع المسلح، واصفا مسار المفاوضات في المدينة بالإيجابي والمشجع لإنهاء الأزمة. وأوضح خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قبيلة زويا ستعلن عن موقفها للإعلام بعد أن تصل إلى اتفاق ينهي الأزمة التي تعاني منها المنطقة بشكل نهائي، معتبرا أن وفدي المصالحة من مجلس النواب وقبيلة المغاربة يعملان بشكل مهني دون انحياز لأي طرف. تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار يجيز للاتحاد الأوروبي استخدام القوة وتدمير الزوارق المستخدمة من قبل المهربين لنقل مهاجرين غير نظاميين من ليبيا باتجاه أوروبا. ويطالب القرار الذي صادقت عليه 14 دولة من أصل 15 يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد في الأمم المتحدة بالتعاون مع ليبيا لملاحقة المهربين، ويشدد على ضرورة معاملة المهاجرين بإنسانية وكرامة في إطار احترام حقوقهم. ويكون القرار ساريا لمدة عام واحد ويطبق فقط ضد المهربين في المياه الدورية قبالة السواحل الليبية. هذا وقد أطلق الأوروبيون الأربعاء عملية عسكرية بحرية ضد مهربي البشر في المياه الدورية قبالة السواحل الليبية. أكد قائد العملية الأوروبية صوفيا لمكافحة مهربي المهاجرين إنريكو كريدين دينو في جلسة اجتماع أمام لجنة برلمانية أن عصابات لمهربين تتنافس في البلاد بين بعضها البعض، وتصل في بعض الأحيان إلى حد اعتراض المهاجرين في البحر لابتزازهم وإرجاعهم لطلب مزيد من الأموال منهم. وأوضح قائد صوفيا أنه جرى كشف 22 سفينة تابعة لمهربين، مشيرا إلى أنهم باتوا يلجؤون إلى زوارق مطاطية سيئة النوعية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. افتتاح مهرجان طرابلس الدولي الثالث بالقصر الملكي بمدينة طرابلس مساء أمس ويستمر
حتى 12 من الشهر الجاري. رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون يعلن الأسماء المرشحة للحكومة التوافقية برئاسة فايز السراج، وارتياح وترحيب دوليين بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ليبيا. مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث يستقبل قتيلا وخمسة جرحى إثر القصف وإطلاق النار العشوائي في مناطق عدة ببنغازي، وشورى ثوار المدينة يعلن استهداف آلية عسكرية بمحور سيدي فرج. مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار يجيز تنفيذ عمليات بحرية أوروبية ضد مهرب البشر قبالة سواحل ليبيا، وقائد العملية الأوروبية صوفيا يتهم المهربين بابتزاز المهاجرين. أفاد الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بوصول إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام لأكثر من 400 ألف برميل يومياً. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤولين بشركة الخليج العربي للنفط قولهم إن إنتاج الشركة بلغ 250 ألف برميل يوميا، مشيرين إلى أن حقل الماجدة النفطي قد أعيد افتتاحه بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب احتجاجات للعمال. اعتمد مكتب الإعلام وزارة التربية والتعليم في حكومة إنقاذ نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية. وأكد مكتب الإعلام بالوزارة أن نسبة نجاح امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بلغت 52.98%، بينما بلغت نسبة الشهادة الثانوية العلمية والأدبية نسبة 37.51%. أقيم بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء ندوة علمية بعنوان بلوتو آفاق علمية جديدة تزامنا مع الأسبوع العالمي للفضاء. وتطرقت الندوة للتعريف بمكونات الكون وموقع الأرض بالنسبة إليه، ويشرف على إقامة النشاط السنوي عطية الأحصادي عضو جمعية رؤية عن مدينة درنة، ويشار إلى أن الأسبوع العالمي للفضاء فعالية عالمية أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفاء بإطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان عام 1957. افتتح مساء الخميس مهرجان طرابلس الدولي الثالث بالقصر الملكي بمدينة طرابلس، والذي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري. وقال أحد منظمي المهرجان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه الدورة ستشهد حضورا للفنون التشكيلية والتراث والأنشطة الاجتماعية، هذا فضلا عن عروض للدراجات النارية والسيارات العتيقة. أهابت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المواطنين المتوجهين إلى الأراضي التونسية ضرورة التأكد من وجود ختم مصلحة الجوازات على الرقم الآلي الموجود بجوازات سفرهم. ونبهت المصلحة لأنه سيتم إرجاع أي راكب من مطار قرطاج في تونس في حالة عدم وجود الأختام الإدارية على جواز السفر، وأن الشركات الناقلة غير مسؤولة عن حدوث هذا الخطأ. وأكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أنه قد تم تعميم كتاب من رئيس رقابة الجوازات بمطار معيتيغا الدولي للتنبيه على هذا الأمر. إلى عناوين النشرة. رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا برناردينو ليون يعلن الأسماء المرشحة للحكومة التوافقية برئاسة فايز السراج، وارتياح وترحيب دوليين بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ليبيا. مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث يستقبل قتيلا وخمسة جرحى إثر القصف وإطلاق النار العشوائي في مناطق عدة ببنغازي، وشورى ثوار المدينة يعلن استهداف آلية عسكرية بمحور سيدي فرج. مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار يجيز تنفيذ عمليات بحرية أوروبية ضد مهرب البشر قبالة سواحل ليبيا، وقائد العملية الأوروبية صوفيا يتهم المهربين بابتزاز المهاجرين. ختام النشرة في أمان الله.